السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش أنا كذا كي يسوق هذا شبيه في ابتداك دخل أهل بيت سلة أجمع وكان وبيع مسوي لغي جنو بريوزي كوصل بلاستيكي محترم غسل فوران كوسي دا أو لا وبيع ترى خبر هذا أو كوزن دول سبديك بيع سجر منسته زكا وصل غسل الجنابات بالباور ندي واجب. عند عبد الله بن عمر تنو مرق سخرواتي شي عمر بن الخطاب رو تنو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرق طويل وكسري جنوب سيد شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرق في الأوداس بك أو ثم نم بيبي دس أهمش كار جدا والسطحة نتلوش باب مخالة تطويل الجنوبي او د غرنګ د اشیر او د تناس خروات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان جنبا سکم وخت جنوب او په اراده ني اكل چې د اراده د دیو چې خوراک وکي او یا بيد سي متوازه وضوءه للصلاه دا سه بس په وکړه د منځ د فار مسکان چې د اول سبحانه تعالی وش او د غرنګ فقه اسلامي او عدلته هو د اول سبحانه درې سو دوه اتیا المطلب الخامس مكروهات غسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.